السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدر الدين عادل، سنة تانية. هنحاول يعني ايه اشرح الان والاف سنترز كده. هي الفكرة كانت جات لنا يعني من قبل ما تبتدي سنة تانية اصلا، ان احنا المواضيع اللي هتقابلنا تكون يعني يمكن صعبة او مش مفهومة، ما اتشرحتش كويس. نحاول ان احنا يعني ايه نسهلها او نقرب الفكرة كده على قد ما نقدر يعني. فاخترنا يعني الطلعة الأولى بتاعتنا تبقى الأون والأوف سنترز. الموضوع مش بسيط قوي، بس يعني إن شاء الله إيه الموضوع يبقى كويس. ولو الفيديو يعني كان الحمد لله شغال، يعني إن شاء الله الفكرة دي تبقى إيه تستمر معانا يعني. طيب قبل ما أبتدي في أي حاجة، أنا بس أنا لفيت يعني على كذا دكتور وكده، وحابب أشكرهم كلهم يعني، وبالأخص طبعا دكتور هاني جمال طبعا. طيب موضوع الأون والأوف سنترز ده كفكرة عامة كده، الأون والأوف سنتر أنا عرفت إن بيبقى فيه الحتة السنترال بتبقى هي أون يعني ستيميوليتد، ماشي، والسراوندينج بتاعها بيبقى انهبيتد فبيبقى أوف. طيب أنا محتاج عشان أفهم الأون والأوف سنترز حاجتين، إيه هما؟ اتنين ليه؟ يعني إيه؟ الليه الأولى أعرف الميكانيزم، طب هو ده حصل إزاي؟ والليه التانية، طب ماشي خلاص فهمنا الاون والاوف سنتر وحصل ازاي والكلام ده كله، طيب ايه بقى اللي انا استفدته من ده بقى؟ طيب هو الحقيقة طبعا هو الاستفادة منه يعني ايه، ده في اخر الفيديو خالص ان شاء الله نبقى نعرفهم بعد ما الصورة ايه توضح يعني. طيب ابتدي اول حاجة ازاي الميكانيزم ده حصل. طيب هو احنا عندنا اتنين ميكانيزم الصراحة، وموضوع الان والاوف سنترز هو في نطاق النظرية ولسه ما تمش اثباته 100% يعني لحد دلوقتي، ماشي. طيب ايه الميكانيزم الاول؟ الميكانيزم الاول هو ده اللي موجود في الكتاب غالبا، موضوع الهوريزونتال سيلز. دلوقتي انا عندي الهوريزونتال سيل دي، لو جيت ابص عليها هلاقيها مش عامله ريلي مع السنترال نيورونز او اللي هم سوري الفوتو ريسبتورز يعني، فبالتالي دول بيبقوا اكسايتاتوري عادي جدا وشغالين زي الفل. طيب في حين ان اللي على البريفري الهوريزونتال سيلز عامله لهم ريلي، يعني عامله لهم انهبيشن، وده ميكانيزم اللاترال انهبيشن اللي عندي. فتكون عندي ايه؟ اتكون عندي ان اللي في النص ده بقى السنترال اكتيفيتد والبريفري بتاعته بقت انهبيتد، تمام. طيب ده الميكانيزم الاولاني. الميكانيزم التاني ايه؟ الميكانيزم التاني هو موضوع الجلوتاميت. الجلوتاميت ده نيورو ترانسميتر، ماشي، اكسايتاتوري ولا انهبيتوري؟ طيب على حسب الريسبتور. طيب مبدئيا كده انا هقول او هقسم يعني الجانجليون سيلز او البايبولار سيلز لاون واوف. طيب واحده واحده، الجلوتاميت في العادي هو انهبيتوري على الاون سنتر سيلز البايبولار يعني، واكسايتاتوري على الاوف سنتر بايبولار سيلز. جميل. انا عندي معلومه بتقول لي ان الفوتو ريسبتور ديورينج ريست يعني نورمالي بيبقى ديبولارايزد، والديبولارايزيشن بيعمل ديسشارج للنيورو ترانسميتر اكتر، يعني الممبرين ده او اللي هو الفوتو ريسبتور ده ريستنج بيبقى ديبولارايزد، والديبولارايزيشن اساسا بطبيعته بيخلي النيورو ترانسميتر تطلع كتير. طيب دلوقتي هيجي يحصل لي ستيميوليشن للفوتو ريسبتور يعني لايت جيم، والاستيميليشن بتاع الفوتو ريسبتور بيخليني هايبر بولارايزد، يعمل لي هايبر بولارايزيشن، الهايبر بولارايزيشن يقلل من الريليز بتاع الجلوتاميت. طيب احنا قلنا ان الجلوتاميت بطبيعته انهبيتوري على الان سنتر باي بولار سيلز. طيب لما يكون انهبيتوري وقللت الريليز بتاعه، يبقى انا كده كاني شلت الانهبيتوري افكت، يبقى انا كده شغلت الان سنتر باي بولار سيلز، يعني خليتها دي بولارايزد، يعني خليتها اكتف اكتر واطلع هنا نيورو ترانسميتر اكتر للاون سنتر جانجليون سيلز. طب والاوف سنتر باي بولار سيلز كان جاي لها اساسا جلوتاميت اكسايتاتوري. طيب لو انا قللت الريليز بتاع الجلوتاميت الاكسايتاتوري كاني شلت الاكسايتاتوري، فبقيت انهبيتد، بقيت هايبر بولارايزد، يبقى انا كده الاوف سنتر دي الديسشارج بتاعها يقل، والجانجليون سيل دي الريليز بتاعها او يعني الديسشارجنج بتاعها الفايرنج ريت هيقل. طيب يبقى واحده واحده بالراحه القصه تاني كده بسرعه.
عندي الفوتو ريسبتور عادة بيبقى ديبولارايزد، والحالة اللي هي العادية اللي هي بتاعت الديبولارايزيشن دي بتخلي جلوتاميت يطلع كتير. على الان سنتر هي انهيبيتوري، وعلى الاف سنتر هي اكسايتاتوري. تمام؟ طيب، وبالتالي لما يحصل لي هايبر بولارايزيشن يعني ستيمولس على الكونز، الجلوتاميت الانهيبيتوري، الجلوتاميت عامة الريليز بتاعه هيقل، فبالتالي الانهيبيتوري لما شلته كأني بقيت اكسايتد، يعني كأني اون، كأني ديبولارايزد، فالديسشارج يزيد هنا عند الاون جانجليون سيلز. تمام؟ لكن الجلوتاميت الاكسايتاتوري لما هيقل الريليز بتاعه يبقى كأني رايح ناحية الانهيبيشن، يبقى انا هبقى هايبر بولارايزد الاوف سنتر باي بولار سيلز. تمام؟ طيب، دول الاثنين ميكانيزم اللي حصل بيهم موضوع اللاترال انهيبيشن اللي هو الاون والاوف سنتر يعني. ماشي؟ بقى عندي جزء هنا هيبقى الان واللي حواليه البريفري هيبقوا اف، سواء بموضوع الجلوتاميت زي ما قلنا او بموضوع الهوريزونتال سيلز. طيب دلوقتي انا زي ما قلنا كوننا الفكره او ازاي الميكانيزم ده حصل. طيب لو جيت ابص بصه كده على الكتاب عشان بس نقرا الكلام ويبقى ايه واضح، برضو بيقول ان كل جانجليون سيل جاي لها سينابتيك انبوت من كذا باي بولار سيلز، كويس، وكل باي بولار سيل جاي لها الانبوت من كذا فوتو ريسبتور، كويس، وده اللي بيمثل الريسبتيف فيلد. ماشي، الريسبتيف فيلد بتاع جانجليون سيل سيركولار اند از ديفايدد انترو سنترال كور وسراوندنج انيولس، يعني ايه هيدي الشكل اللي هو هيبقى عامل كده اهو، يعني ده الكور وده اللي وراه، يعني هتبان اكتر في السلايد اللي بعدها يعني لما اجيبها، بس دي الفكرة عامة. طيب الاستيميوليشن بتاعت الفوتو ريسبتور في السنتر هيبقى مختلف عن الاستيميوليشن اللي في السراوند. ليه؟ زي ما اتفقنا ان في اتنين ميكانيزم، موضوع الهوريزونتال سيلز وموضوع الجلوتاميت. ماشي؟ وقلنا ان الريسبونس بتاع الجانجليون سيل ممكن يكون ديبولاريزيشن وهايبر بولاريزيشن، وقلنا على حسب ايه؟ على حسب زي ما قلنا location of stimulation within that single receptive field، يعني على حسب هي الريسبتور اللي عليها ايه وهيستقبل ايه. بمعنى ان لو رجعت للصوره اللي ورا كده بسرعه ولقيت، قال هو على حسب البوزيشن. ماشي؟ طيب اللي هو السراوندنج يعني. طيب لو هو جاي له زي ما بنقول الريسبتور اللي عليه انهبيتوري وجاله انهبيشن، فبالتالي موقعه ده هيبقى انهبيتد واللي حواليه هيبقى اكسايتد. تمام؟ طيب الكوز ده زي ما قلنا بسبب الانهبيتوري فيدباك اهو بتاع الهوريزونتال سيلز، او زي ما قلنا موضوع الجلوتاميت. تمام؟ طيب وزي ما قلنا برضو لو عايز اعيد حته البوزيشن دي، ان احنا قلنا والله لو انا مش الصوره دي، لو انا موجود زي ما قلنا في موقع اللاترال انهبيشن اللي هو بتاع الهوريزونتال سيل، يبقى انا كده هبقى ايه انهبيتد، لكن انا لو مش تحت تاثيره هيبقى في موقع الاكسايتاتوري. طيب ماشي، دلوقتي قال لك ايه فايده الكلام ده؟ قال لك هيعمل زي ما قلنا شاربن للايدجز اوف الاستيمولس، يعني هيزود حاجه اسمها الايه الفيجوال اكيوتي. تمام؟ جميل. وقلنا ان ممكن يبقى فيه اون اوف سراوند او اوف سنتر اون سراوند، سواء كانت ايه اللي بره هم الانهبيتد او اللي بره هم اللي اكسايتد يعني. طيب عايز دلوقتي بقى ايه افهم بقى القصه احسن، يعني احنا يعتبر كده فهمنا بس الميكانيزم بصوره ايه سريعه، ان انا لو هعيد الكلام كده بسرعه، ان انا عندي النص او السنتر يعني بيبقى اون، بيبقى اكتيفيتد، بيبقى ستيميوليتد، بيبقى ديبولارايزد، واللي حواليه السراوندنج بيبقى انهبيتد او هايبر بولارايزد يعني. ماشي؟ وقلنا ان في هذه الحالات بينتج عني زي ما قلنا حاجه اسمها الريسبتيف فيلد، فيه اون سنتر واوف سنتر، وعرفنا الميكانيزم بيحصل ازاي، يا اما بموضوع اللاترال انهبيشن بتاع الهوريزونتال سيلز، يا اما بموضوع الجلوتاميت ان هو اكسايتاتوري او انهبيتوري. طيب دلوقتي انا عندي بعمل ايه؟ ده الريسبتيف فيلد بتاعي، حلو كده، وده بسجل الالكتريكال ريسبونس. يعني ايه الالكتريكال ريسبونس؟ يعني بشوف الريت اوف ديسشارج كده. تمام؟ طيب لو انا عملت ستيميوليشن لجزء، خد بالك الحته الاون هي الدوريه السوداء دي كلها،
انا جبت الاستيمولس بتاعي، خدت جزء من الدورية السوداء دي ماشي، يعني ما وقعتش خالص في موضوع الانهيبيتوري ماشي، هبقى الديسشارج بتاعي عامل كده. طيب لو جيت بصيت في السلايد اللي بعدها، طب زودت شوية الاستيمولس، خدت الان سنتر كله وسبت الاف اللي هو الانهيبيتد ده، ما جيتش جنبه، الاقي الريت اوف ديسشارج حصل فيه ايه؟ زاد قوي. طب هوسع كمان مجال الاستيمولس بحيث ان انا هدخل كمان في منطقة الايه؟ الاف سنتر اهو. يبقى انا كده الاكسايتاتوري كان موجود بس زودت عليه انهيبيتوري، الريت اوف ديسشارج حصل فيه ايه؟ رجع ناقص تاني. طب لو اخدت جزء اكبر من الايه؟ الحتة الانهيبيتوري، الريت اوف ديسشارج قل قوي قوي قوي. طيب طب لو زودت الاستيمولس بحيث ان انا خرجت عن الريسبتيف فيلد دي، الاقي ايه؟ مش هتفرق. ليه؟ لان بعد كده بقى هيروح في الريسبتيف فيلد بتاعت منطقة تانية، يعني بتاعت ريسبتورز جديدة ماشي. هي ريسبتورز ريسبتيف فيلد يعني ايه؟ مجموعة من الريسبتورز كلهم كده مع بعضيهم هيشتغلوا كايه؟ يونت واحدة تقريبا. طيب يبقى زي ما قلنا شفنا الفرق تاني، ان انا بدأت بستيمولس صغير الريت اوف ديسشارج كان عامل كده، خدت جزء من الان، زودت الاستيميليشن بتاع الان، زود لي الالكتريكال ريسبونس. طب ايه يعني ايه زود لك الالكتريكال ريسبونس؟ يعني زود الريت اوف ديسشارج ماشي، يعني الاوبتيك نيرف او الجانجليون سيلز يعني هتودي الاكشن بوتنشال اكتر للريتنا او سوري للبرين يعني ماشي. طيب لو عديت زياده ودخلت في الانهبيتوري، الانهبيتوري هيبتدي يقلل زي ما قلنا الاكسايتاتوري والريت اوف ديسشارج يقل، ولو زودت اكتر هيقل اكتر. طب لو خرجت عن الريسبتيف فيلد ملهاش لازمه. طيب لحد النقطه دي انا كده يعتبر فهمت الميكانيزم ماشي. اللي جاي دلوقتي هو عشان افهم طب ليه بقى انا عملت القصه دي كلها، او طيب استفدنا ايه من موضوع اون واوف سنتر. يعني اقدر اقول ان بعد السلايد دي انت خلاص كده، يعني الكلام اللي في الكتاب اعتقد انه واضح. الكلام اللي في الكتاب بيقول لك ايه باختصار بسرعه كده؟ بيقول ان انا عندي حاجه اسمها اون واوف سنتر. ابتدى بقصه ان قال لك ان الباي بولار سيل جاي لها زي ما قلنا الجانجليون سيل سوري جاي لها من كذا باي بولار سيل، والباي بولار سيل الواحده جاي لها من كذا فوتو ريسبتور ماشي. طيب وقال لك بعد كده ان بيحصل زي ما قلنا الحته اللي في النص تبقى اون ستيميوليتد والحته البريفري تبقى انهيبيتد، والميكانيزم ده حصل ازاي؟ بموضوع الهوريزونتال سيلز اللي هو اللاترال انهيبيشن، او بموضوع الجلوتاميت زي ما قلنا سواء كان اكسايتاتوري او انهيبيتوري. وقال لك طب ده ايه فايدته؟ قال لك ده فايدته يا سيدي ان هو بيعمل شاربنس للاكيوتي اوف فيجن، يعني بتشوف احسن. طيب ازاي بقى بتشوف احسن؟ هو ده اللي جاي دلوقتي بقى، يعني هو الكتاب وقف لحد كده وكتر خيره بصراحه، لان التفاصيل اساسا معقده. طيب نخش بعد كده الجزء الجاي، انت يعني هقعد اقول كلام انت مش هتفهم منه حاجه لحد ما تيجي لاخر سلايد، يعني الدنيا ان شاء الله ايه هتوضح بقى كلها. طيب دلوقتي انا بعمل ايه؟ دول مين دول التلاتة دول؟ دول فوتو ريسبتورز ماشي. طيب وده كأن يعني حته اريا دارك، يعني مفيش ستيميوليشن مفيش ضوء، ودي حته لايت يعني هيحصل ستيميوليشن يعني في لايت. طيب يبقى دول مين؟ ثلاثة فوتو ريسبتورز. طيب ودي مين؟ لا دي الجانجليون سيل، انا عملت باي باس للبايبولر يعني طز ما رسمتهاش، مش هتفرق معايا، مش دي اللي انا مركز عليها دلوقتي ماشي. يبقى تاني مين دول؟ الفوتو ريسبتورز، ومين دي؟ الجانجليون سيل. طيب لو ملاحظين انا عامل على اللي في النص ان هي اكسايتاتوري ماشي، طيب واللي على الاطراف انهبيتوري. هقول لك جمله يعني تحفظها دلوقتي تفهمها في الاخر، ان كل واحد اكسايتاتوري بيساوي اتنين انهبيتوري. يعني ايه؟ يعني دول يعتبروا متعادلين. ازاي؟ ما هو ده اكسايتاتوري واحد ودول اتنين انهبيتوري، لو التلاته اقصد اشتغلوا مع بعضيهم مش هيحصل حاجه. ليه؟ لان زي ما قلت واحد اكسايتاتوري بيساوي اتنين انهبيتوري. طيب لو انا جيت اشوف كده الثلاثه فوتو ريسبتورز دول في الدارك يعني ان ستيميوليتد، بشوف الديسشارج بتاع الجانجليون سيل. طبعا الجانجليون سيل ليها بيزل ديسشارج لازم، حلو كده. ببص على البيزل ديسشارج ده الاقيه عامل كده اهو ماشي. طيب هعمل ايه؟ هحرك دي شويه، يعني ايه؟ بحيث ان انا اخلي اول واحد انهبيتوري ستيميوليتد والاكسايتاتوري والانهبيتوري الثاني ان ستيميوليتد، اهو واقع في منطقه الدارك وده واقع في منطقة اللايت. واحد انهبيتور يشتغل ودول مش شغالين،
دول مش شغالين، ده وده. حصل ايه في الريت اوف ديسشارج؟ انا عملت انهيبيتوري، يبقى هعمل انهيبيشن، يبقى الريت اوف ديسشارج هيقل شويه. حلو كده. طيب هزحها شويه كمان. ايه اللي حصل بقى؟ لقيت ان انا عندي واحد انهيبيتوري حصل له ستيميوليشن، وواحد اكسايتاتوري حصل له ستيميوليشن، وواحد انهيبيتوري لسه ما حصلوش ستيميوليشن، لسه واقع في منطقه الضرب. لقيت ايه اللي حصل في الريت اوف ديسشارج؟ زاد عن النورمال. طب ليه زاد عن النورمال؟ ما احنا اتفقنا ان كل واحد اكسايتاتوري باتنين انهيبيتوري، فبالتالي كده انا الجانجليون سيل عملت لها اكسايتيشن، عملت لها ستيميوليشن زياده، بقى الريت اوف ديسشارج بتاعها اعلى. تمام. طيب لو جيت انا رحت عامل ايه بقى؟ خليت الثلاثه فوتو ريسبتورز ستيميوليتد، يرجع الريت اوف ديسشارج نورمال. ليه؟ لان كل واحد اكسايتاتوري بيساوي اتنين انهيبيتوري. طيب الريت اوف ديسشارج ده نورمال هيروح، يعني انت سائلني يعني هل معنى كده ان الجانجليون سيل لما الثلاثه فوتو ريسبتورز دول ان ستيميوليتد بالدارك الريت اوف ديسشارج بتاعها يساوي لما الثلاثه فوتو ريسبتورز بيبقوا ستيميوليتد باللايت؟ هقول لك ايوه. ليه؟ لان احنا اتفقنا اهو كل واحد اكسايتاتوري باتنين انهيبيتوري. طيب برضه انا ما فهمتش، يعني ده زي ما بيقول كلام تجارب. حلو كده، لسه ما فهمتش ايه وظيفته. تعال نفترض افتراض دي الريتنا بتاعت حضرتك، ماشي، النص ده من الريتنا شايف اللايت، يعني هياخد الجزء اللي هو ده، يعني ماشي هيبقى عليه لايت. طيب والجزء اللي هو ده من الريتنا النص الشمال هيبقى دارك، يعني مش نازل عليه ضوء. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ دي مين؟ ريسبتيف فيلد على البريفري خالص، ودي ريسبتيف فيلد على البريفري خالص. طيب زي ما اتفقنا ان في هنا اكسايتاتوري وهنا انهيبيتوري وهنا انهيبيتوري، هنا اكسايتاتوري هنا انهيبيتوري وهنا انهيبيتوري، كلام جميل. طيب اشوف الريت اوف ديسشارج بتاع دي وبتاع دي، الاقيهم هما الاثنين تقريبا واحد. ليه؟ لان احنا اتفقنا، نرجع للسلايد دي، قلنا ان هنا في واحد اكسايتاتور اهو شغال واثنين انهيبيتور شغال، الريت اوف ديسشارج اهو، ولو كلهم مش شغالين الريت اوف ديسشارج هو هو. تمام. فبالتالي الريسبتيف فيلد دي الريت اوف ديسشارج بتاعها قد الريسبتيف فيلد دي. ومعلش اصبر معايا، الكلام بدا يقلب شعوذات بس هيجي في الاخر ان شاء الله. طيب انا كده ما استفدتش حاجه، يعني تقريبا نص الريتنا دي الريسبونس بتاعها زي الريتنا دي. ازاي؟ هقول لك. شوف بقى، هقول لك معلومه مهمه جدا. العين بتاعتك ملهاش لازمه. يعني ايه العين بتاعتك ملهاش لازمه؟ يعني العين ما بتشوفش. مين اللي بيشوف؟ البرين. البرين هو اللي بيكون الصوره على حسب الانفورميشنز اللي جايه له. وهقول لك معلومه خطيره، ان البرين بيشوف بوردرز. يعني ايه بوردرز؟ يعني البرين ده بيشوف حاجات ريلاتيف. طيب عايزين نوضح الفكره اكتر. جيت انا دلوقتي ده البوردر اللي بيفصل اللي على الريتنا اللي بيفصل اللايت عن الدارك. لو جيت طبقت عليه اللي انا كنت بقوله لسه من شويه الاقي ايه؟ لو بصيت في الريسبتيف فيلد دي، ادي واحد اكسايتاتوري شغال وواحد انهيبيتوري شغال، وفي واحد انهيبيتوري مش شغال ان ستيميوليتد اهو في الدارك اريا، يبقى ده الريت اوف ديسشارج بتاعه يبقى عامل ازاي؟ يزيد، اللي هي الرسمه دي. حلو كده. طيب اهو واحد اكسايتاتوري شغال وواحد انهيبيتوري شغال وواحد انهيبيتوري ان ستيميوليتد. تمام. طيب والعكس بالعكس، في الريسبتيف فيلد اللي تحت ده ايه اللي هيحصل؟ واحد انهيبيتوري اهو شغال، والاكسايتاتوري واحد مش شغال ان ستيميوليتد، وواحد انهيبيتوري ان ستيميوليتد. ايه اللي يحصل؟ قال لك الريت اوف ديسشارج بتاعها هيقل، اللي هي انهي رسمه؟ اللي هي دي. طيب انا برضو لسه مش قادر افهم انا استفدت ايه. هقول لك ان على حسب البوردر ده، الخط المنتصف ده اللي هو حصل فيه تغير للضوء، البرين هيبتدي يكون الصوره. يعني من الاخر البرين بيعتمد على تكوين الصور من معلومات، والمعلومات دي هي عباره عن الديسشارج، عباره عن الريت اوف ديسشارج، الامبلسز اللي جايه له، والريت اوف ديسشارج هيختلف في الخط المنتصف ده فقط، لان احنا اتفقنا ان هنا وهنا هيبقوا تقريبا زي بعض. طيب ناخد مثال يوضح الدنيا دي شوية. هم عملوا تجربة هي لذيذة قوي. ايه التجربة دي؟ قال لك هنجيب واحد
يقرا الجورنال زي ما قلنا في نور عادي جدا في الجنينه تحت نور الشمس. وهنجيب حاجه اسمها فوتوميتر. ايه الفوتوميتر ده؟ ده بيقيس الانتنسيتي بتاعت الضوء اللي هتخرج من الاوبجكت، يعني الاوبجكت ده بيعمل ريفلكت للنور قد ايه يعني. تمام؟ طيب اكتشفوا ايه؟ يعني كلها ارقام هنا. في البرايت لايت طلعت الارقام كالتالي، ان الجورنان هو عباره عن ورقه بيضاء وعليها حروف سوداء. طيب الورقه البيضاء دي بتطلع 120 في الفوتوميتر، رقم عالي، في حين ان البلاك ليتر اللي هي الحروف اللي عليه السوداء 12 بس، يعني حوالي 10% من اللي بتطلعه الوايت بيبر. وانا قادر اميز بين ان ده ابيض وده اسود بدليل اهو الريت اوف ديسشارج هنا، اللي سوري الفوتوميتر اس هنا اعلى الوايت واوطى في البلاك. طيب ده نورمالي. طيب التجربه بقى اكتملت بايه؟ قال لك طب نجيب نفس الشخص ده ونقعده في ديم لايت، يعني نور خافت قوي، ونخليه يشوف يقرا الجورنال، ونجيب برضو الفوتوميتر ونشوف الاوبجكت ده هيرفلكت قد ايه ضوء. شوف المفاجاه في الديم لايت، بص القياسات، قال لك الوايت بيبر هيطلع 6 بس في الفوتوميتر، انما البلاك ليتر هتطلع 0.6. ومع ذلك انت في الديم لايت قادر تشوف الجورنان انه ده وايت بيبر ومكتوب عليه بحروف سوداء، يعني قادر تشوف ان ده ابيض وده اسود، مع ان الرقم اللي هو 6 ده اللي انت شايفه ابيض في الديم لايت ده اقل من الرقم اللي هو 12 اللي انت في البرايت لايت كنت شايفه بلاك ليتر. يعني ايه؟ يعني الموضوع كله ريلاتيف، يعني هو البرين مش ابسوليوت فوتوميتر، يعني يعني ما عندوش مثلا ايه هو رقم 50 فوق 50 يبقى ده لايت، تحت ال 50 يبقى ده دارك، لا الكلام ده مش موجود في البرين. البرين بيقارن. طب بيقارن على اساس ايه؟ زي ما قلنا كلمه البوردرز، على المنطقه او الخط البوردر اللي هيحصل فيه الاختلاف في الديسشارج، اللي هيحصل فيه اختلاف في النور على يمينه وعلى شماله. طيب مثال يوضح الدنيا اكتر، وده ان شاء الله يعني ايه السلايد الجايه دي هي اللي هتوضح القصه ايه بقى تماما. طيب دلوقتي انا مديك اربع مربعات لونهم جراي، انا هديك بالظبط كده بتاع ايه نص دقيقه كده تركز كده بعينك انهي واحد اغمق فيهم، انا مش هتكلم ماشي، شوف كده ركز انهي واحد اغمق فيهم. طيب انا من يعني انا ك انا يعني شايف الصراحه ان هو ده اغمق واحد فيهم تقريبا. حلو كده. طيب يعني يعني شوف كده بص هتلاقي ان اعتقد ده اغمق واحد فيهم. طيب هعمل ايه بقى؟ بص انهي واحد فيهم بقى الاغمق بقى في الاربع مربعات ده؟ طيب لا تانية بقى، ثانية تاني الحركة دي عشان ايه نشوف. دلوقتي انا اديتك اربع مربعات وقلت لك ركز فيهم، انت دلوقتي عرفت اني واحد اغمق فيهم اللي هو ده، بس حاول تبص عليه لا ده اغمق، يعني ازاي يعني انت انت عرفت خلاص ان ده هيطلع اغمق في الاخر، طب بص كده تاني لا هو ده الاغمق، طب ليه ايه اللي حصل؟ لما جيت حطيت لك الباك جراوند حصل ايه؟ ان ده بقى اغمق واحد. طب انا عايز افسر لك بقى الكلام ده وركز معايا بقى، الحته دي هي الايه اللي فيها الزبد يعني من الاخر ماشي. ايه اللي حصل؟ انا اديتك دلوقتي بوردرز ده يثبت الكلام اللي انا قلته عن البرين، ان البرين هو ريلاتيف، بيقول لك ان ده ضوء وده يعني زي ما تقول دارك على حسب اللي حواليه، على حسب البوردرز اللي هيختلف فيها الضوء ماشي. ازاي؟ ان دلوقتي اللون اللي هو الجري اللي انت كنت شايفه اغمق واحد بقى حواليه حاجه دارك، داركر بمعنى اصح ماشي، فبقت باينه بالنسبه لها ان ده فاتح قوي وده غامق قوي، في حين ان المربع الاولاني كان باين انه فاتح نورمالي كده، حطيت وراه باك جراوند بيضه او يعني مش بيضه قوي يعني خافته قوي، فبقى بالنسبه لها غامق جدا، فالبرين كون لك صوره قال لك ان ده غامق قوي. ليه؟ عشان اللي حواليه زي ما قلنا فاتح، لكن هنا قال لك لا ده يعتبر فاتح يا عم بالنسبه لده، ليه؟ عشان انا اديته حاجه حواليه darker than it.
يبقى البرين بيشوف بوردرز ماشي، وهو ده ميكانيزم زي ما قلنا اللاترال ايه سوري الاون والاوف سنترز. يعني فين بقى اللي هو يعني وانا ارجع للسلايد بسرعه كده، فين بقى اللي هي الخط ده اللي عليه الريسبتيف فيلد اللي هتشتغل اللي هتدي المعلومات للبرين عشان يكمل الصوره؟ هلاقيها موجوده على الخط ده وعلى الخط ده على البوردرز يعني ماشي، اللي هو مكان اختلاف الضوء على يمينه وعلى شماله. حلو كده. طيب اقول عشان بس انا قلت لك حاجه ان كل اكسايتاتوري بيساوي 2 انهبيتوري، هي دي جت بالعكس. يعني ايه؟ يعني هم زي ما تقول جربوا التجربه دي ولقوا الريزلتس دي يعني تمام. فقال لك طب هو ده حصل ازاي؟ قعدوا لما فكروا وبتاع وحطوا نظريات وافتراضات وكده توصلوا لان كل واحد اكسايتاتوري قد 2 انهبيتوري عشان يحصل زي ما قلنا الميكانيزم اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو ده ماشي، او اللي هو بتاع موضوع الريت اوف ايه ديسشارج لما انا قعدت انقل الفوتو ريسبتورز عشان اشوف الجانجليون سيل الريت اوف ديسشارج بتاعها هيحصل ايه تمام. وزي ما قلنا ان الموضوع كله ايه ريلاتيف. طيب يبقى هو ده الاون والاوف سنترز. هو طبعا يمكن في الكتاب او عامة يعني مش مشروح جامد لانه هو يعني يمكن رخم شوية، بس اديك شفت ان هو ده اساسا هو ده على فكرة الاون والاوف سنترز ده المبدأ بتاع الخداع البصري، يعني ان هو ان انت تشوف الحاجة غير الحاجة، يعني زي ما انا عملنا دي تعتبر خداع بصري يعني تمام. فهو اساس الفيجن ان هو البرين حضرتك ما بيشوفش صورة كاملة كصورة لمجرد انها صورة، لا هو بيشوف زي ما قلنا بوردرز على مكان اختلاف الضوء بيبتدي يحدد لك هو ايه الدارك واللايت ارياز كده. يعني اعتقد ان ايه الحمد لله الان والاف سنترز على قد ما قدرت يعني ان انا احاول اوضحها، اتمنى ان ان شاء الله تكون ايه فادتكم يعني، و عايزين بس نبقى نسمع الفيدباك بتاعكم عشان نبقى نعرف يعني موضوع الفيديوز وكده نبقى نستمر فيها في المواضيع التانية. هو اي نعم المواضيع التانية يعني ما اظنش انها تبقى في حاجة رخمة زي الان والاف سنترز، بس ان شاء الله يعني ايه تكون نالت اعجابكم وميرسي وربنا معاكم ان شاء الله.